خلال الفيديو راح نتطرق إلى كيفية عمل Automation بالنسبة لأعضاء الإنشائية. برنامج الـ ETABS حالة كأي برنامج تحليل وتصميم إنشائي، فهو يعمل من خلال نظرية العناصر المحدودة Finite Element لعملية تحليل، وبالتالي إحنا نحتاج إنه نقسم الأعضاء الإنشائية إلى أجزاء صغيرة حتى يعطينا نتائج أفضل Better Result. وكلما قسمت النتائج راح يعطيك نتائج أفضل، وطبعا راح يقلل من أداء البرنامج. فراح نبدأ بتقسيم السلاب إلى أجزاء صغيرة، فنعمل سيلكت عليه، نذهب إلى سيلكت وبعد ذلك سيلكت وبروبرتيز وسلاب سكشن، وبعد ذلك نختار السلاب ونعمل عليه سيلكت. ننزل للأسفل ونعمل all stories، أي بمعنى أنه العمل اللي أنت تعمله على هذه الستوري يطبق على كل الستوري. وبعد ذلك تذهب إلى assign والشيل، وتنزل للأسفل راح تجد عندك Floor Automation Options. راح تقول له هنا أنا هذا الديفولت، والأدفانس هو يكون بمقدار واحد أوكي، وبعد ذلك تطبق عندك أوكي. الآن بعد ما المفروض أنه يبدأ بعملية التقسيم، ولكن النتائج ما راح تشاهدها باعتبار أن هي مخفية. فتذهب على Set Display Option وتنزل للأسفل، راح تجد عندك Show Shell Analysis Machine، وبعد ذلك تضغط على Apply All Window وبعد ذلك Apply. الآن تنتظر حتى أنه يطبق هذا العمل على كل الستوري. تلاحظ هنا في الأسفل عندك، الآن تلاحظ أنه البرنامج عمل لك Automation بالنسبة للأجزاء الخاصة في السلاب. الآن راح نحدد الشيل، لنعمل هذا الأمر نفسه مع الشيل Wall. فنذهب على Select Select Properties وذلك Wall Section، ونختار كل الوولز اللي هي موجودة عندنا، وبعد ذلك أوكي. يمكن أنه إحنا نذهب على Select يعني بصورة أبسط، ونختار Object Type ونختار Walls، وبعد ذلك Select، وبعد ذلك نذهب إلى Assign Shield. ننزل للأسفل راح تجد عندك Wall Auto Mesh Options. من خلال Wall Auto Mesh Options هذا تجعلها بديفولت، أو أنه إحنا نجعلها عبارة عن Auto Rectangular Mesh، وبعد ذلك Advanced نجعل مقدار المش بمقدار واحد، وبعد ذلك أوكي Apply، وننتظر البرنامج إلى أنه يكمل عملية التقسيم. الآن بعد ما أكمل من عملية التقسيم راح تلاحظ أن الحوائط تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة. أوكي، الآن أكمل من الريفرش ويندو، تلاحظ أن الحوائط الآن مقسمة إلى أجزاء صغيرة أعمل لها ميشنج. الآن نحدد كل من البيمز والكولم، وأيضا نعمل لها مش. فقط ننتظر البرنامج إلا هو يعمل ريفرش بالنسبة للويندو. الآن نذهب إلى Select، وبعد ذلك نختار Select Object Type، ونضغط على Shift or يعني Ctrl، ونختار Column Beam Brace and Null Lines، وبعد ذلك Select. بعد ذلك نذهب إلى Assign ونختار Frame، وراح تنزل للأسفل راح تجد عندك أوكي، نختار Frame، وبعد ذلك راح تجد عندك Frame Auto Mesh Option and Frame Floor Option. في البداية نختار Frame Auto Mesh Option، ونجعل يعني الاختيار على أساس يكون Auto Mesh Intermediate to a Joint، وبعد ذلك Apply. بعد ذلك نعمل Previous Select، ونذهب إلى Assign Frame، وبعد ذلك نعمل Frame Floor Mesh Options. نعمل Include Select the Frame Object in the Mesh، وذلك Apply. الآن برنامج ETABS أكمل عملية المش على كل الـ Elements الإنشائي.